بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أخذنا في الحصة السابقة الثورة العربية الكبرى، وتعرفنا على قائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي، وتعرفنا على أسباب الثورة العربية الكبرى، وتعرفنا أيضا على تاريخ الثورة العربية الكبرى، وحكينا هاي المعلومات مهمة جدا، وتعرفنا أيضا على أبناءه أبناء الشريف الحسين بن علي وعبد الله. أبناء الشريف الحسين حكينا أبناء علي وعبد الله وفيصل وزيد، وأيضا عرفنا على لون علم ألوان علم الثورة العربية الكبرى، وميزنا بين علمه أو علم الثورة وعلم الأردن. وأيضا يا ثاني راح نتعرف اليوم على مملكتي. الآن يا ثاني، الملك المؤسس لمملكتي اللي هي المملكة الأردنية الهاشمية هو الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين. إذن هو الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين هو الذي أسس مملكتي المملكة الأردنية الهاشمية. بدنا نتعرف الآن، هذه خارطة ماذا يا ثاني؟ هذه خارطة المملكة الأردنية الهاشمية، إذا هذه تمثل مملكتنا المملكة الأردنية الهاشمية. الآن يا ثاني راح أقرأ لكم نص، وانتبهوا مظبوط للنص اللي راح أقرأه وأشرح لكم عليه. لقد توجه الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه بعد الثورة العربية الكبرى إلى الأردن. إذن من هو الملك المؤسس عبد الله الأول؟ هو أحد أبناء الشريف الحسين بن علي. إذن بعد الثورة العربية الكبرى إلى أين اتجه؟ اتجه إلى الأردن. فماذا فعل الأردنيون؟ استقبلوه أحسن استقبال، وطلبوا إليه أن يبقى في الأردن، وبايعوه على أن يكون أميرا عليهم، فقام بتأسيس إمارة شرق الأردن. إذن بعد أن توجه الملك المؤسس عبد الله الأول بعد الثورة العربية الكبرى إلى الأردن، استقبل الأردنيون وطلبوا إليه أن يبقى في الأردن، وبايعوه على أن يكون أميرا عليهم. فإذا أول عمل قام فيه الملك المؤسس عبد الله الأول، قام بتأسيس إمارة شرق الأردن، وقد بذل جهودا كبيرة لخدمة أبناء شعبه. ثم تحول اسم الأردن من إمارة شرق الأردن، إذا حولها، كانت إمارة، حولها إلى مملكة، أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح الملك عبد الله الأول ملكا عليها، ويسمى الملك المؤسس. لماذا سمي ملك مؤسس؟ لأنه هو الذي قام بتأسيس إمارة شرق الأردن، وأصبحت عمان عاصمتها وأهم مدنها. إذا لما أسألك ما هي عاصمة الأردن؟ يجب أن تقول عاصمة الأردن هي عمان. الآن يا ثاني راح نحل. إذا نتعرف على سبب تسمية المملكة الأردنية الهاشمية بهذا الاسم. ليش سماها مملكة أردنية هاشمية؟ مملكة لأن حاكمها ملك، حكم المملكة حكم ملكي وراثي نيابي. إذا راح نتعرف إنه مملكة لأنه حاكمها ملك، سميت مملكة لأنه حاكمها ملك. أردنية نسبة إلى نهر الأردن، سماها مملكة أردنية نسبة إلى نهر الأردن الموجود عندنا في الأردن. هاشمية لأن حاكمها ملك من أشراف بني هاشم الذين ينتمون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يا ثاني، أكمل الفراغ في العبارات الآتية. بعد أن تعلمنا إذن مملكتي وعرفنا عن الملك المؤسس عبد الله الأول، بدنا نجاوب على هاي الأسئلة. السؤال الأول، من هو مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية؟ أحسنتم يا ثاني، الملك عبد الله الأول. السؤال الثاني، يتضمن اسم المملكة الأردنية الهاشمية كلمة الأردنية. كلمة الأردنية نسبة إلى، أحسنتم، إلى نهر الأردن، وتصف كلمة المملكة نسبة إلى ماذا؟ إلى أن حاكمها ملك، أحسنتم. أما كلمة الهاشمية فتشير إلى أن حاكمها ملك من أشراف بني هاشم. إذن يا ثاني هذول المهمات لازم نحفظهم. إذا كلمة الأردنية نسبة لنهر الأردن، إذا الأردنية نسبة إلى نهر الأردن. كلمة مملكة لأن حاكمها ملك، وكلمة الهاشمية تشير إلى أن حاكمها
من أشراف بني هاشم، إذن هاشمية لأنه ملكها من أشراف بني هاشم. الآن اكتب أهم إنجازات كل من أن الصورة الأولى تمثل اسم مين أي ملك؟ الملك عبد الله الأول بن الحسين. عبد الله الأول بن الحسين إيش أهم الإنجازات التي قام فيها عندنا في الأردن؟ أولاً قام بتأسيس إمارة شرق الأردن، إذا أهم إنجازات الملك عبد الله بن الحسين قام بتأسيس إمارة شرق الأردن. طيب الصورة الثانية يا ثاني، صورة الشريف الحسين بن علي أخذناها في الحصة السابقة. الشريف الحسين بن علي إيش أهم إنجازاته؟ أهم الإنجازات قاد الثورة العربية الكبرى. أهم إنجازات الشريف الحسين بن علي قاد الثورة العربية الكبرى. طيب لما أحكي لك يا ثاني لون علم الأردن، كنا بنتذكر ألوان علم الأردن يبدأ باللون الأسود والوسط أبيض والأسفل أخضر، إذا لازم نبدأ باللون الأسود أبيض أخضر والمثلث أحمر وبداخله نجمة سباعية. مين يتذكر إيش ألوان علم الثورة العربية الكبرى كان يا ثاني؟ أحسنتم، كان أسود أخضر أبيض، إذا حكينا بيختلف بس إنه كان اللون الأخضر بالنص والأبيض تحت وما كان فيه نجمة سباعية، لكن علم الأردن يوجد فيه نجمة سباعية، إذا ألوان علم الأردن أسود أبيض أخضر والمثلث أحمر والنجمة السباعية البيضاء. يعطيكم العافية يا ثاني، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.